طيب تعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل مكرونه بالفراخ والكريمه، سهله جدا وبسيطه. معايا صدور متقطعه شرايح كده بالطول قد المكرونه، انا هستخدم مكرونه اللي هي القلم، فبالتالي قطعت الفراخ نفس التقطيعات، قطعي مكعبات بقى تبقى جايلك اصلا تقطيعه شاورما مفيش مشكله. مكرونه قلم مسلوقه، بصله مبشوره، ثوم مفروم، فلفل حامي ممكن نستغنى عنه لو هنعملها للولاد، يعني ممكن نستخدم فلفل بارد مفروم بس مفروم ناعم، ملح وفلفل، شطه مجروشه، كوبايه جبنه شيدر، ودي اختياري بس بتدي طعم حلو جدا. انا مش محتاجه موتزاريلا لاني عامله صوص، فالموتزاريلا هتديني مطه لكن مش هتديه طعم. زيت وزبده، كوبايتين من الكريمه، كوبايه من الحليب، معلقتين كبار من الدقيق، ومكعب من المرق. طيب انا حطيت الفراخ وحطيت عليها ملح وحطيت فلفل وحطيت شويه من البابريكا، وممكن احط شطه على حسب بقى اللي انتوا حابين، بس بما اني حاطه فلفل حامي وحاطه شطه مجففه هكسرها في الاخر، فمش عايزه بقى احط شطه كمان في التتبيله عشان الموضوع ما يبقاش مشطشط قوي، مش عايزه برضو اغير لون الصوص. طيب اديني قلبتها كده كويس، ممكن اديها هنا شويه زيت، وما احطش زيت بقى ساعه التسويه، هكتفي بالزيت اللي هنا شايفين كده، ونراضي بيها برضو اللي في العيد مش هياكلوا ضاني. انا نزلتها عندي، طبعا ريحه التتبيله خطيره، سهله كده وما بتاخدش وقت خالص، انا بفضل كده اقلب فيها واحده واحده لحد ما تبتدي تشكشك معايا. والله بقى عايز ازود الطعم ممكن احط زبده خالص، يعني ممكن احطش في المرحله دي زبده، لكن لو انتوا حابين ممكن ازود يعني كام مكعب كده يدوني طعم حلو، يدوني كمان لون حلو للفراخ اهو، بس كده اهو. طيب انا الفراخ عندي فاضل لها يعني حاجه بسيطه جدا ونكون استوت وتمام التمام. بصوا خلاص مش فاضل عندي غير شويه الزبده موجوده في الطاسه او في الوك بتاعتي، لكن مفيش اي عندي سوائل او ميه لان النار حاميه من اول ما بدا. طيب تعالوا بقى نرفع الفراخ لان خلاص عندي استوت، وانا عايزاها تبقى حتى لو فاضل 10% سوا عايزاها تكملها جوه الصوص بتاعنا اهي. خلاص تعالوا بقى نشيلها على جنب ونكمل باقي الوصفه بتاعتنا، يلا بينا نشيلها كده هنا، بس مش عايزه اخد شويه الزبده والزيت دول، مش عايزه اخدهم، يعني عايزه بس الفراخ. ناخد دي كده بس كده، اخد بقى انا مكان التحمير ده اكمل باقي الوصفه، وهتذوقوا احلى صوص في الدنيا بالميكس ده، يعني الطاسه دي ما بغيرهاش ولا بعمل فيها اي حاجه. طيب هنعمل ايه؟ اهو عندي بصلايه مفرومه نونو خالص صغيره اهي، فصين من الثوم، شويه ملح بسيط، واقلبهم. مكان بقى التحمير بتاع الفراخ هيديني لون حلو جدا، هتحسي ان الوصفه كلها النكهات شاربه من بعض، يعني مش بس عندي المكرونه لوحدها والصوص فاصل والفراخ لا. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا اي حاجه، يعني لو كان في بالي شويه مشروم كنت عملتها بالمشروم، تبقى مكرونه بالفراخ والمشروم، نبقى خلصنا اكله ايه واحده مع بعض. انا يا دوبك مجرد ما ريحه الثوم خرجت عندي هروح نازله بالفلفل حبه صغيرين كده، ومكعب المرق برضو بحب اديله تشويحه معاهم بيفرق في الطعم. شايفين الجمال بقى، الريحه حلوه جدا. لو حابين نزود شويه زبده هنزود، انا هزود بصراحه عشان بتديه طعم حلو جدا. يبقى حطيت بصل وثوم مع رشه ملح تشوحوا، نزلت بعد كده بالفلفل الحامي ومكعب المرق بيديني طعم حلو جدا، مرقه فراخ او لحمه براحتكم، بس بما اني بالفراخ يبقى هستخدم مكعبات مرقه فراخ، وببتدي اقلبهم كده اهو. شايفين بقى الشكل تحفه، شكل تحفه والريحه تحفه اكتر. هعمل ايه بعد كده؟ شويه دقيق عشان يربط لي الصوص. لو حسيت ان محتاجين مكعبين الزبده دول هحطهم، ما حسيتوش خلاص يبقى كملوا زي ما انتم اهو. ادي بس تشويحه بسيطه مش كتير، انا عايزه بس الدقيق يا دوبك يشم النار اهو. شايفين كده؟ كده خدت عندي لون حلو جدا. اروح نازله بالحليب والكريمه، ممكن استخدم الكميه كلها حليب في حاله ان انا حاطه دقيق، لو مش حاطه دقيق يبقى ما ينفعش، لازم يعني كميه الكريمه عندي ليها سمك لكن الحليب لوحده لا، فلو حاطه كريمه بس ممكن ما استخدمش دقيق، لكن لو حاطه حليب بس لازم استخدم شويه دقيق صغيرين. ونقلب بقى، نزود شويه فلفل اسود لو حابين ابيض كمان عشان ما يغيرش لون الصوص، بس ايه بحب استخدم فلفل ابيض قوي ان مش كل الناس عندها فلفل ابيض اهو. تقليبه كده ونشتغل في الوصفه الجايه على طول. ريحه الصوص تجنن،
بجد ريحه الصوص حلوه جدا. شويه الفلفل الحامي اللي باين عندي هنا من الاخر. بنزل بقى دلوقتي قبل الفراخ بالجبنه التشيدر واكمل تقليب لحد ما تسيح معايا، بس ممكن في المرحله دي تهدوا النار شويه. على فكره الاضافه دي مش اساسي عشان بس ايه ما تحسوش ان التكلفه عاليه، الاضافه دي مش اساسي تماما، ممكن اكمل الوصفه من غيرها مش هتاثر قوي. اهي بصوا ابتدت تسيح ازاي، والله بقى حسينا ان القوام تقل هنزود شويه ميه او حليب، حسيتي ان الموضوع مش تمام ما تزوديش. وانزل بالفراخ شويه بقى ايه العصاره الحلوه اللي نزلت دي، وندي تقليبه. بصوا بقى الجمال. طب دي وصفه يعني ممكن ان انا اعمل الوصفه دي مع شويه رز ابيض، بقت عندي اكله ازود عليها بسله وجزر، بقت وجبه بقى كامله متكامله، ما عنديش اي حاجه ناقصه. شايفين بقى الشكل حلو ازاي، والفراخ عندي شغاله زي الفل. هدي بقى النار عليها وانزل بالمكرونه. فخلاص طالما غلي عندي بروح نازله بقى بكل كميه المكرونه. تعالى كده نديها تقليبه. بصوا بقى الشكل حلو ازاي، تحفه. الجبنه التشيدر ابتدت تسيح اهي، والموضوع ماشي تمام التمام. اهدي النار بقى خالص شعرايا واسيبها لحد ما تتشرب معايا ويبقى الموضوع كله ايه داخل في بعضه حلو.